حد هيخاف الحرامي المسجل الكلام ده؟ مين اللي هيطمن؟ المواطن الكويس اللي عايز امنه هيلاقينا هيطمن بيه. مين اللي هيرتدع اللي ناوي يعمل حاجه وهيلاقينا هيرتدع هيروح راجع سنوات بالمصر الجاي حسن معامله طبعا لما فينا صحافه مصر كلها اكيد عدوا كده عدوا كده عنينا نفحصها عنينا والانتظار فتره نرفع الضغط. لا اول تمام رايي صعب صعب يعني الظهر والله والله هنفحصها وهنعمل لحضرتك اللي يرضيكوا وعنينا عينينا ربنا يبارك لكم يا اول تاني بقى جاب سيد الوزير سيد مدير الامن الحفاظ على كرامه المواطنين مع الحزم والحزم وجه اي حوجه على كرامتك اللي هيشوف بعد الشرعيه مش هنسكت اطلاقا تمام خلاص تمام ما عندناش مشكله.